السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامج جديد من استشارات طبية. والنهاردة هنهتم ب يعني موضوع مثير جدا للجدل، ألا وهو إزاي بنحل بالعلاج الطبيعي المشاكل اللي بتحدث من في الديسك أو في قطع الديسك الظهر، ومن ناحية تانية تآكل أو خشونة فقرات الظهر. الأول لازم نفهم إن في فرق كبير جدا ما بين التآكل للفقرات أو تآكل الفقرات اللي موجودة وخلل الديسك أو قطع الديسك اللي موجود. نتكلم الأول خالص على بناء العمود الفقري. العمود الفقري بيتكون من عدة فقرات مترصة فوق بعض، بيتلحموا بجسم الأول اللي هو المفصل الرئيسي، وبعد كده بيلتحموا جانبيا بمفاصل أخرى أصغر، ودي بتحدد الحركة أكتر، وبيرتبطوا ببعض بأربطة عبارة عن سلسلة زي ما احنا بنسميها بالعربي السلسلة الفقرية، بترتبط من أول السلسلة العنقية اللي بتبقى شايلة كل وزن الجمجمة، وبعدين الفقرات الظهرية اللي هي بيطلع منها الريبز أو اللي هي بيسموها الضلوع، وبعدين بتكمل بعد كده بالفقرات القطنية، والفقرات القطنية تنتهي بفقرات ملتحمة مع بعض اللي هي الفقرات العجزية أو العصعصية، ومنها ترتبط بالحوض. التراصف بتاع العمود الفقري فوق بعضه ما ينفعش او بيسموه ما كانش من رب العزة سبحانه وتعالى انه يغفل على انه لازم ده عظم مع بعضه، لا بد ان هو يرتبط مع بعض بأغشية ويرتبط مع بعض بعضلات وبأنسجة، ولكن لا بد يكون ما بينهم في مخدات. المخدات دي بتبقى مخدات غضروفية وليها شكل معين، ليها بناء معين. البناء ده بيتكون من جزئين أساسيين، جزء جيلاتيني وسطي أو بيبقى موجود دايما في الوسط، وجزء خارجي بيبقى ليفي، وبيرتبط مع بعضه بأنسجة تانية، أنسجة فايبرس أو بيسموها أنسجة ليفية. الأنسجة الليفية دي تحافظ دايما على وجود الجيلاتين ده في نص أو في نص الديسك، وفي نفس الوقت الجيلاتين ده يحافظ على الضغوط اللي موجودة على العمود الفقري متساوية أو ثابتة، ويقلل من احتمالية تآكل العظم. يبقى معنى كده ان وجود الديسك او وجود الغضروف اللي موجود ده بيسهل قوي الحركه، لان هو ده ارتفاع ما بين كل فقره والفقره الثانيه، وفي نفس الوقت بيقلل من احتماليه ان العظم نفسه يتآكل. في بعض الاحيان وهنحاول نقول اكتر النقاط اللي موجوده، بيحصل خلل في توزيع الوزن على كل فقره. لما بيحصل خلل في توزيع الوزن، وده ليه اسباب كتيره جدا، بتبدا الغضاريف اللي موجوده دي انها تفقد الميه. ولو جينا هنشبهها بالاسفنجه بالظبط. الاسفنجه اذا تركت في طبق فيه ميه من غير ضغط، الاسفنجه دي بتمتص كل الميه اللي موجوده، وده حال بالظبط الفقرات او بيسموها الغضاريف اللي موجوده في الفقرات، ان هي بتمتص كل السوائل او بتتغذى بالسوائل المحيطه بالفقرات. طيب اذا حدث ضغط عليها، الضغط ده زي ما بالظبط نتخيله على السفنجه، انه بيضغط السفنجه دي فبيطلع كل الميه اللي موجوده او بتطلع كل السوائل المغذيه ليها، وبتبدا هنا السفنجه دي تعاني او تنشف. انها تنشف معنى كده ان هي ممكن تدي حاجه من اتنين، يا اما تبدا تتشقق، لان هي زي بالظبط هتبقى عامله زي الارض البور بالظبط، تبدا تتشقق، والتشقق اللي بيحصل ده بيساعد ان الفقره اللي فوق تبقى اقرب للفقره اللي تحتها، يبقى بتقرب قوي المسافه ما بين الفقرات. هي دي طبعا حاجه مش كويسه، انما هي دي من ضمن العوامل او من ضمن الاسباب ان الفقرات تقل في المسافه. دي نمره واحد. نمره اتنين ودي الاهم، يبدا الاسطح او السطح الملامس ما بين الفقره وما بين الغضروف يتغير في الضغوط بتاعته. فبما ان هو بيتغير في الضغوط، الغشاء المحيط بالفقره او بالعظم ينشط، ولما ينشط يبدا ينتج زي نتوءات عظميه صغيره،
بتبقى عبارة عن تكلسات حوالين الفقرات، والتكلسات دي تؤدي فيما بعد إلى زيادة في تآكل الفقرات، وسرعة زي ما بيقولوا كده إن الفقرات دي تبدأ تقرب من بعض أكتر، وتبدأ تلتصق أو تبدأ يحصل لها انزلاق أو يبدأ يحصل لها مشاكل تانية، منها التهاب الأعصاب وضغوط الأعصاب، لأن طبعا الأعصاب بتبقى خارجة ما بين كل فقرة والفقرة اللي بتليها. يعني حاولوا يحللوا حركة الظهر ميكانيكيا، لقوا ان تبعا او تبعا للمكان اللي موجود تبعا ما هيحدث حركة. يعني مثلا عندنا الفقرات العنقية، لان الفقرات العنقية دي بتشيل الجمجمة دي نمرة واحد، ومن ناحية العصبية هي بيعدي فيها من اكتر الاماكن حساسية في الظهر، اللي هو منطقة آخر جزء بتاع جذع المخ والحبل الشوكي، ولذلك ما ينفعش يحدث فيها حركة بالعنف أو بيسموها بسهولة، علشان خاطر ما يحصلش أي مشكلة للعناصر اللي موجودة جوه النخاع الشوكي. طيب من ناحية تانية الفقرات اللي موجودة في الصدر، الفقرات الصدرية دي يعني موجودة ليها برضو أهمية عظمى، إن هي بترتبط بعظم جانبي اللي بيطلق عليه الريبز او الضلوع، والضلوع دي قفص بيحمي واحده من اكتر الاعضاء حيويه زي القلب والرئه والجزء العلوي من او جزء من المعده، وجزء تاني طبعا من الانسجه او الشرايين والاورده اللي موجوده في المكان ده. فلذلك بقت ليها وظيفه تانيه، ان هي ترتبط اكتر بالضلوع وتقل قوي حركتها زيها او بتبقى اقل شويه من الفقرات الرقبيه. ننزل بعد كده على الفقرات القطنيه، وهنا بقى بيبقى ليها وظيفه برضو مختلفه عن فقرات الرقبه او فقرات الصدر، وبيبدا حجمها يزيد، مكان الديسك اللي هو المفصل الرئيسي بتاعها يزيد، مكان المفاصل الخارجية أو المفصلين الخارجيين اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده يبدأوا يكبروا ويبقوا أكتر حدة، يبقى شكلهم كأنه تقريبا عمودي أو قريب قوي من العمودي على الأرض. طيب شكلهم بيبقى أو بالشكل الميكانيكي ده ليه؟ شكلهم بيبقى سبحان الله أو بالتقسيمة دي علشان خاطر أولا حجم كبير، علشان هيشيل كل الوزن اللي فوقيه، هيشيل الرقبة أو هيشيل الرأس بالرقبة بالكتاف بذراعين بالصدر، وينزل كل مجموع الوزن ده يتفضى عند مكان الفقرات القطنية. يبقى معنى كده احنا محتاجين حجم كبير للفقرات نفسها، وبالتبعية لازم يكون الديسك على نفس المسؤولية دي، لازم يكون بنفس الحجم ده. وبما ان هو كبير يعني معنى كده برضو انه هيواجه ضغوط عالية قوي. مش معنى كده ان هو غير مصمم ليها، لا هو مصمم ليها، ولكن عدم استخدامها الصحيح يؤدي الى المشاكل اللي احنا كنا لسه بنقول عليها. طيب ننزل بعد كده لاخر الفقرات خالص، اللي هي الفقرات اللي بعد القطنيه العجزيه دي، فقرات ملتحمه، يعني ما فيش ما بينها ديسك، ولكن هي بتكون عظمه واحده، وهي كونت عظمه واحده ده برضو دي من رحمه ربنا سبحانه وتعالى، لانها هترتبط مع عظمتين جانبيتين علشان يكونوا الحوض، فلازم يكونوا ثابتين علشان خاطر يسمحوا بثبات العظمتين اللي هيحركوا بعد كده الجسم كله، اللي هو عظمتين الحوض. ودي طبعا بنلاقيهم في بعض الاحيان عند في بعض الحيوانات، ما بيبقوش ملتحمين لان بيحتاجوا وظيفه تانية، لان بيبقوا ماشيين على اربع مش على اتنين زي البني ادمين. ودي كانت الفروق البسيطه. يعني من ناحيه تانية التآكل الموجود، او هنتكلم على النوعين، او هنتكلم على آلام الظهر وازاي نفرقها ما بين الآلام اللي بتيجي من تآكل الديسك وما بين الآلام اللي بتيجي تانية الناتجة من خلل او انفجار الديسك او انفجار الغضاريف اللي موجودة وطلوع الجزء الجيلاتيني ده عشان يضغط على الأعصاب. يعني اولا هنحاول نعرض ان شاء الله على حضراتكم أشكال أو الصور اللي بتبين قوي الديسك والفقرات، ونبدأ نعرض أول الصور على الفقرات.
وهتلاقوا ليها أنسجة كتيرة جدا حواليها. زي ما حضراتكم شايفين الفقرات هي الجزء الدائري، هو ده دي الجزء اللي بيبقى مرتبط بالديسك، ولازم يحيطوا من أمامه ومن خلفه أنسجة قوية، وبيطلع في الظهر وزي ما حضراتكم شايفين المكان اللي هو الخندق أو اللي بيسموه الممر اللي بيعدي فيه النخاع الشوكي وبقية الأعصاب، وعلى الجناب بيبدأ يطلع الأعصاب الطرفية أو اللي هي بيسموها الأعصاب اللي موجودة. وبعد كده هنلاقي دي شكل الديسك ووجوده ما بين الفقرات، وطبعا هو سبحان الله بيبقى موجود حتى الديزاين بتاعه حتى شكله بيبقى واخد نفس شكل الجسم بتاع الفقرة نفسها، وده عشان يوزع الضغط ما يبقاش شكله مختلف فالضغط يختل. واللي بعد كده بنشوف ده بقى المقطع في الديسك او الغضروف، وهنلاقي الغضروف هنا بيتكون من طبقتين زي ما قلنا. الطبقة اللبنية الفاتحة دي الجيلاتين، او هي فعلا شبه الجيلاتين، بتبقى طبقة رقيقة جدا ولكن سبحان الله بتحتوي على كولاجين وبتحتوي على بروتينات كتيرة جدا فتتحمل الوزن. وطبقة خارجية اخرى بتبقى فيها اللي هي الطبقة الزرقاء الداكنة دي بتبقى فيها الفايبرس تيشو او الموجود فيها او بيسموها المنطقة اللي فيها فايبر يعني او اللي فيها انسجة ليفية. بعد كده دي الضغوط اللي احنا بنتكلم عليها زي ما احنا دي مقطع من الجنب. الفقرات هي دي الجزء اللي باين في الناحيه الشمال. طول ما احنا في انحناء للامام على الفقرات، طول ما الديسك ده بيبقى مضغوط الجزء الامامي منه، وده بيدفع الديسك على ان هو يرجع الضغوط لورا. يعني الضغط اذا تم من الجزء الامامي للديسك، الديسك طبعا ناتج من الضغط مش هيفضل يستنى، لا هيبدا يتزحزح ويروح في ظهر الايه، في ظهر الفقره. وبعد كده هنلاقي الفقرات نفسها في نوع من انواع الاختلال في التوازن. من ناحيه تانية التويست اللي هي التويست ده اللي احنا بنسميه العصر، او ان احنا نلف الجذع نفسه. لف الجذع ده برضه من ضمن الحاجات اللي بتخلي كل العوامل اللي موجوده حوالين الفقرات انها تنضغط، وطول ما هي بتنضغط طول ما الديسك ده بيقع عليه قوة غير متساوية، وطول ما بيقع عليه قوة غير متساوية يبدأ يختل ويبدأ يطرد السوائل زي ما كنا بنقول قبل كده. وطول ما هو بيطرد السوائل طول ما الديسك ده بيقل التغذية عنه وبيبدأ يضغط على الفقرات على بعضها، ومنها طبعا على الأعصاب الخارجية أو الأعصاب الطرفية. دي برضو من ضمن المشاكل الكتيرة جدا، ودي شكل الانزلاق الغضروفي نفسه، ان زي ما حضراتكم شايفين هتلاقوا الفقرة الاولانية فوق مش في نفس مكانها، هي منطلقة لقدام شوية، والديسك برضو من ضمن الحاجات اللي بتحاول انها تمنعها، بس ممكن تكون احد العوامل اللي تؤدي الى الانزلاق بتاع الغضروف وانه ما يبقاش موجود في نفس مكانه. طيب يعني اذا الشكل التشريحي للفقرات والغضروف مصمم علشان خاطر يتحمل وزن، مصمم علشان خاطر يدي جزء او اجزاء في العمود الفقري تدي حركه، واجزاء تانية تقلل شويه من الحركه او بيسموها تشيل الوزن اكتر منه ان هي هتدي حركه. طيب جميل جدا. وفي اجزاء تانية بترتبط مع اطراف زي ما قلنا هنا في الحوض، ودي أول مشكلة بتحدث، إن في علاقة مهمة جدا ما بين الفقرات القطنية وما بين حركة الحوض. إذا حركة الحوض اختلت تبدأ الفقرات القطنية يحصل فيها مشكلة، أو فقرات أسفل الظهر يحصل فيها مشكلة، ودي بنشوفها قوي مع السيدات الحوامل. السيدات الحوامل في وزن موجود في الـ في الـ في الـ في الحوض، والوزن ده بياخد الحوض وبينزل بيه للأمام. طول ما هو بينزل بيه للامام معنى كده ان العمود الفقري او مكان الفقرات القطنيه هيتعرض لضغط عالي جدا، وتبدا الست الحامل هنا في المرحله دي تدي الام او تدي اعراض ان عندها الام في اسفل الظهر. ودي طبعا مشكله عامه بتحصل على طول في اسفل او في منطقه اسفل الظهر عند السيدات الحوامل، وعلاجها سهل جدا. علاجها ان احنا نحاول نقلل بس من الضغوط اللي بتحصل دي، طبعا احنا ما نقدرش نتدخل في مرحلة الحمل،
علشان خاطر ما نعملش خلل بدورة الحمل نفسها، ولكن احنا ممكن نتدخل على مكان الألم نفسه، وليها أشكال كتيرة جدا من العلاج الطبيعي، وأولها استخدام بعض اللي هي بيسموها المانيوال ثيرابي أو العلاج اليدوي على منطقة الفقرات القطنية ومنطقة ظهر الحوض، ودي بيتم فيها يعني إزالة للضغط اللي موجود، وبيقلل شوية من نشاط العضلات، وده منه ينتج عنه ان الألم بتاع أسفل الظهر ده يقل جدا. طيب من ناحية تانية احنا عايزين برضو نحاول نفهم او نبين الفرق ما بين التآكل. تآكل الفقرات اول مشكلة تتم فيه ان الفقرة تقل في مسافتها، دي نمرة واحد. هتقل في مسافتها بين يوم وليلة؟ لا، مش هتقل في مسافتها بين يوم وليلة، هتاخد فترة طويلة جدا من وجود مشكلة ما، وغالبا بتبقى ضغط، والضغط ده بيتم اما عن طريق وزن مختل، اما عن طريق زي ما بيقولوا كده بيهيفير مش مظبوط، او بيسموه سلوك مش مظبوط، حد بيقعد لفترة طويلة، حد بيقف لفترة طويلة، حد بيعمل انشطة خاطئة لفترة طويلة من هو يحمل اشياء تقيلة او الكلام ده، ومنه يبدأ التآكل ده. التآكل ده معناها ان زي ما كنا بنقول في اول الحلقة ان السفنجة دي قلت المية اللي فيها وقل السوائل اللي فيها، بما ان السوائل دي قلت يعني معنى كده ان الفقرات دي قربت لبعض، اول ما تقرب لبعض يبدأ الغشاء المحيط بالفقرات انه ينتج شوية او ينشط، ويبدأ ينتج عظم او نتوءات عظمية. النتوءات العظمية اللي بتحصل دي تزود من الضغط، لان هنا احنا هيحصل اختلال في التوازن او اختلال في الضغوط اللي موجودة على الديسك او على الفقرات، ويزود من الخلل ده، لدرجة انه في بعض الاحيان التآكل اللي موجود ده بيبقى فيه جزء منه زيادة عن التاني، فيحصل انعواج في العمود الفقري ويؤدي الى تشوهات تانية كتيرة جدا. طيب ده التآكل. خلل الديسك او انفجار الديسك او قطع الديسك، او اللي هو بيسموه احنا بيسموه حتى عندنا في باللغه او بالعربي يعني انه الشخص ده جاله ديسك. كلمه ديسك ده معناها ان الجزء الخارجي اللي احنا كنا جايبينه في الصوره، الجزء الخارجي الازرق الغامق ده اتقطع، وما دام اتقطع الجيلاتيني اللي موجود جوه ده كان محكوم بيه، فيبدا ينطلق من مكان القطع ده لحاجه من الاثنين، يا اما ينطلق في ويضغط على العمود سوري على النخاع الشوكي، يا اما يضغط على الجانبين على الاعصاب الطرفيه، وفي الغالب بيعمل اللي هي اعراض او الام عرق النسا، ومنه بتحصل المشاكل المعروفه دايما اللي هي تنميل. في بعض الأحيان التنميل ده بينتج أنه فقدان في وظيفة العضلات أو ضعف في العضلات، لو استمر لفترة طويلة ممكن يحصل فيه نوع من أنواع الشلل، وهي دي من أكتر المسببات أو من أكتر الأسباب اللي بيخش بيها المريض غرفة العمليات علشان خاطر يحل المشكلة الرئيسية دي. طيب بعض السادة أساتذتنا في الجراحة عملوا ليها أكتر من طريقة. اول طريقه كانت ان احنا بنصلح الـ 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 الانفجار بتاع الديسك ده، واني اخد بس الجزء اللي طلع ده وخلاص ويبقى اتحلت المشكله، ولكن لقوا ان طول ما في السبب الرئيسي موجود، طول ما في الضغط ده موجود، يبقى معنى كده اول ما هشيل جزء من الـ 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 الجزء الجيلاتيني اللي خرج ده وهيتصلح مكانه وهيتقفل، هترجع الضغوط دي تسبب وجود جزء تاني او خروج جزء تاني واعادة المشكلة من الاول مع الاسف. فبتبدأ يخش في مشاكل تانية، الا وهي ان هما طب نشيل جزء، والجزء اللي موجود مكانه ده بيتخيط، اما يكون جراحيا او بيتخيط بالليزر، او بيبخر الجزء اللي بيبقى موجود بالليزر، ودي طبعا عملية يعني زي ما بيقولوا كده يعني حساسة شوية، لان هو بيبخر الجزء ده بالليزر، وفي نفس الوقت هو بيعدي جنب مكان العصب، فبيحتاج لمهارة عالية شوية، يعني ممكن يعمل اصابة للعصب. طيب دي كانت الجزء الاول. الجزء الثاني انه يخيط بس، يعمل قفل بس للمكان اللي اتقطع ده، ويتحقن مكانه تاني سائل، اللي هو السائل زي السائل الجيلاتيني اللي خرج ده، ويتساب.
فكده يبقى احنا صلحنا المشكله، بس هي برضو ما زالت تخضع لنفس القانون ان في مشكله قائمه والمشكله دي ما اتحلتش. طيب المشكله دي نقدر نحلها ازاي؟ توجهوا لفتره وقالوا احنا هنقدر نثبت الجزء اللي حصل فيه البلج ده، او اللي حصل فيه الانفجار، او اللي حصل فيه خلع، او اللي بيسموها خروج جزء من الديسك من مكانه، ونثبته ونقفل مكانه بانسجه ليفيه وخلاص يبقى كده الموضوع اتصلح. لقوا برضو ان هي طول ما في المشكله الاساسيه قائمه ما زالت برضو هتواجه ب او هتتعاد نفس المشكله تاني. طيب الحاجه الثانيه ان طول ما في قطع في الغضروف، طول ما في اختلال في التوازن على العمود الفقري، وطول ما في اختلال في التوازن على العمود الفقري، طول ما في عدم توزيع متساوي للضغوط، او يعني الوزن ده مش هيتوزع على الطرفين السفليين بالتساوي، وده هينتج عنه خلل برضه لانه ممكن يؤدي الى تآكل في المفاصل اللي موجوده للطرف السفلي، سواء كان المفصل الفخذ او مفصل الركبه. وفي الغالب احد يعني دي دراسه كانت معموله من تقريبا من اكتر من 10 سنين عشان تثبت ان خلل العمود الفقري يؤثر على مفصل الركبه ومفصل الكعب، ولقوا ان لازم هيبقى في درجه من الانعواج في العمود الفقري يؤدي الى تآكل المفصلين دول، مع انهم ابعد جدا ما حدش كان يتخيل ان ممكن يكون ليهم علاقه ببعض. فعلا تآكل اسفل الظهر او تآكل الفقرات ممكن يؤدي الى خلل في المفاصل اللي موجوده اسفل الظهر، وممكن تؤدي الى زياده المشكله. طيب يبقى اذا تآكل المفاصل كان عندنا مشكله اساسيه في المسافه ما بين الفقرات، وكان بيؤدي بالتبعيه الى طبعا ضغط على الاعصاب الطرفيه اللي موجوده، و عدم توزيع الضغوط بشكل متساوي. ومن ناحية تانية قلنا خلل الديسك هيقوم برضو بنفس المشكلة، ولكن خلل الديسك هنا بيجي في حالة حادة، يعني واحد كان بيشيل حاجة تقيلة فجأة سمع طرقعة في ظهره، يا الله أكبر، بتبقى جاية من حادثة، وخصوصا حوادث السيارات، يعني كسر في العمود الفقري، وفي بعض الأحيان بيجي من بعض الأمراض اللي هي بيسموها خراج الظهر أو الأوستيومالايتس، ودي بتيجي في أيام كتيرة جدا أو في أوقات كتيرة جدا، وبتؤثر بتأثير سلبي على الديسك. وأخيرا من بعض الأمراض المناعية زي الروماتويد، فالروماتويد ده بيؤثر على كل الكولاجين اللي موجود على مدار الجسم كله، وان شاء الله هنحاول نعمل له فقره لوحده باذن الله، وهنقول قد ايه بيأثر على الديسك. الديسك زي ما اتكلمنا في الاول هو متكون من بعض البروتينات ومعاه ميه ومعاه انسجه تانية، ولكن هو بيبقى اكتره من البروتينات دي الكولاجين، فاذا جه مرض مناعي بياكل الكولاجين اللي موجود في الجسم زي الروماتويد، فهو هيهاجم من ضمنه الديسك، وهيبدا يعمل خشونه في الفقرات، او هيبدا يعمل تآكل في الفقرات. طيب ايه هي المشاكل الرئيسيه اللي احنا بنلاقيها في تآكل الفقرات، او ازاي هنقدر نربط التآكل بخلل الديسك؟ احنا طول ما احنا ثابتين على نظرية واحدة، الا وهي ان في ارتفاع ثابت ما بين كل فقرة والفقرة اللي بتليها والفقرة اللي فوقيها. اذا بدأ الارتفاع ده يقل، معنى كده ان كل الاجزاء اللي خارجة من العمود الفقري، سواء كانت اعصاب سواء كانت اغشية بتحيط بالاعصاب، كل ده هيبدأ ينضغط، كل ده هتبدا المسافه دي تقل، فيبدا ده الكلام ده يقل. طيب يعني معنى كده ان الاعصاب دي هتبدا تتاثر، وهو ده بالظبط الوصف الاساسي اللي بيجي في عرق النسا او في عصب النسا زي ما بيسموه، الم في العضلات او في مكان الفقرات القطنيه، التهاب وعلامات الالتهاب، سواء كان حرقان سواء كان نغز، سواء كان المكان ده ما بيبقاش مريح في القعده او في الوقفه او في المشي، وبعض الاحيان بيبقى في النوم كمان. المكان ده بيبدأ يسمع ألم، ما يحسش بالألم في المكان القطنية، لا بيحسها تحت، بيحسها على مكان الإيليا وظهر الفخذ. ونيجي هنا برضو في ظهر الفخذ ونقعد نتكلم يعني كلمة بسيطة جدا على إن ظهر الفخذ ده ليه عامل مهم جدا. العامل ده
هي عضلة الفخذ الخلفية اللي بتتني الركبة وبتعمل فرد للفخذ. العضلة دي مهمة جدا لسبب واحد، لأنها إذا أسرت وبتأسر في حالات كتيرة جدا، زي في حالات القعدة لفترة طويلة، الشغل على المكاتب لفترة طويلة، النوم لفترة طويلة، العضلة دي بتبدأ تأسر، وهنا بتوقف من حركة الحوض زي ما كنا بنقول قبل كده. وإذا وقفت من حركة الحوض أول حاجة تتضر هي الفقرات القطنية. يبقى إذن دي من ضمن المشاكل برضو اللي بتحصل، ودي بالتبعية بتؤثر برضو لازم على الجزء المرتبط بيها الأساسي اللي هو الركبة والفخذ. من ناحية تانية بدأت تزيد العوامل دي أو الآلام اللي موجودة دي، نعمل لها إيه؟ أول حاجة ما دام في خلل في توزيع الضغوط، يبقى معنى كده إن العضلات اللي بتعمل دعامة للفقرات دي ما بقتش زي ما هي، لا لازم يكون حصل فيها اختلال. طب ايه هي العضلات الاول؟ لازم نتعرف عليهم اولا، ومن بعد كده نبدا نشوف ايه المشاكل اللي بتبقى حاصله. اول حاجه العضلات اللي احنا بنغفل عنها كلنا هي عضلات البطن. عضلات البطن اذا ضعفت يبدا الفقرات القطنيه تتاثر، ودي زي ما قلنا قبل كده زي في حالات الحمل. حالات الحمل بتبقى دايما العضلات البطن دي في حالة ارتخاء او في حالة استرتش دائم او في حالة شد. طول ما هي مشدودة، طول ما الحوض او المفاصل بتاعت الحوض رمية الحوض لقدام، بيبقى مرمي البطن دي لقدام، فيزيد الضغط على مين؟ على الفقرات القطنية. يبقى معنى كده زي ما هنشوف اول مرة ان في مشكلة في العضلات بتاعت البطن، وفي مشكلة تانية في عضلات الظهر اللي هي العضلات القطنية، وان هي بتبقى شوية متقلصة زي ما احنا قلنا بالظبط، هي بتحاول تدافع عن ان العمود الفقري ما يتزقش لقدام، فبتبدأ تتقلص علشان تضغط العمود الفقري وتثبته في مكانه. طيب هل بس العضلات اللي بتتأثر؟ لا، ما بتتأثرش بس العضلات، ولكن بيتأثر معاها العضلات اللي هي بيسموها السوبرفيشيال او السطحية اللي موجودة تحت الجلد، ودي برضو تاخدنا لموضوع تاني، ان هي دي ما بتبقاش العضلات الاساسية اللي فيها المشكلة، ولكن بتسبب بعض من المشكلة، ولذلك احنا بنعمل لها تكنيكس كتيرة جدا وبنطلعها طرق للعلاج علشان خاطر نقلل بس التقلص اللي موجود في العضلات السطحية الاول، وبعد كده نشتغل على العضلات اللي موجودة حوالين الظهر. طيب يبقى احنا اذا اول حاجة قلناها ان احنا لازم نعمل اتزان في العضلات، نقلل العضلات اللي فيها تقلص، ومن ناحية تانية بنزود التون او بنزود القوة بتاعة عضلات البطن، ولكن طبعا ما نقدرش نزود قوة عضلات البطن دي في حالات الحمل الا باحتياطات، والاحتياطات دي لازم تبقى احتياطات مهمة جدا، لان هي احنا كده زي ما قلت قبل كده احنا بنأثر على دورة الحمل وبنساعد في انقباض الرحم والكلام ده، فلا يفضل ان احنا نعمل التمارين دي الا بحرص شوية، واكتره في حالات الحمل بيهتموا شوية عشان يقللوا من التون او بيقللوا من التقلص اللي موجود في عضلات الظهر، ان هم يساعدوا عضلات البطن على الانقباض، وفي نفس الوقت عضلات التنفس عشان يزودوا شوية من نشاط عضلات التنفس ويقللوا من التقلص الموجود في عضلات الظهر. طيب احنا اتكلمنا الاول خالص على التآكل، وقلنا ان الفرق ما بينه وما بين خلل الديسك ان ده ميكانيكيا بيحصل على فترة طويلة جدا اللي هو تآكل الفقرات، انما الديسك ده بيحصل في زي ما بيسموها حالة حادة، او بتيجي في فترة زمنية قليلة قوي وبتبقى مصاحبة لإصابة ما زي ما قلنا قبل كده، ليها انواع كتيرة جدا. طيب ممكن تيجي آلام الظهر بمشاكل اخرى بعد الامراض اللي قلناها، وممكن تيجي زي ما اتسألت قبل كده بتيومر. تيومر دي معناها اذا كان فيه ورم، الورم ده يعني بيبقى عبارة عن نسيج بينمو في المكان ده وبرضه بيغير من الضغوط. طيب ناخد اتصال. الو. الو. ايوه يا فندم. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم. ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم، الله يحفظك. دكتور عايز اسألك، انا عندي متلازمة تململ الساقين.
تمام يا فندم. سامع حضرتك يا فندم. يعني انا الدكتور بيقول لي دي وراثي. ايوه. انا عايز اعرف ايه سبب المرض ده، وهل مثلا هيستمر معايا على طول؟ معلش يا فندم، ممكن حضرتك تعلي صوتك شويه؟ بقول لحضرتك يعني عشان نبقى عارف المرض ده اسبابه ايه، وهل ده يعني اسمه متلازمه، هل هيستمر معايا على طول؟ هو قال لحضرتك ان المرض اسمه متلازمه ايه يا فندم؟ متلازمه تملمس الساقين. هو يا فندم انا اسف جدا، انا يعني انا ما اعرفش المرض ده، انا اسف جدا، انا ما اقدرش افتي لحضرتك فيه، انا محتاج ابقى عارف الاول الـ 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 الوصف لي. الو اوكي. طيب الاتصال انقطع، هو ده خارج تخصص العلاج الطبيعي مع الاسف، يعني انا كنت اتمنى ان انا افيد حضرتك بيه. طيب نرجع تاني للجزء اللي كنا من ضمن اسباب الاورام، هي اللي بتسبب برضو من ضمن الاسباب بتسبب الام اسفل الظهر، وقلنا ان في مشكله تانية مع الاورام لازم الاول خالص نتاكد اذا كانت اورام حميده او اورام خبيثه عشان نقدر نطبق فيها العلاج الطبيعي او نقدر نحط المريض ده في برنامج العلاج الطبيعي. ناخد اتصال. ايوه السلام عليكم. مدام فاتن اتفضلي يا فندم. لو سمحت والله انا الحاله اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها. أيوة. اللي هي انا وقعت من على السلم من 9 شهور. ايوه. من يومها لحد الان انا فضلت بعدها بتاع 15 يوم ما بتحركش من على السرير خالص. تمام. بس المهم ان بعدها يعني بعد كده اتحركت بسيط بسيط، بس العضلات بتاعه ظهري زي ما تكون اثارت، وده اللي الدكتور قاله لنا. طيب حضرتك عملتي اي اشعاعات؟ عملت اشعه رنين، طلعت الفتره الخامسه والاولى الخامسه القطنيه والاولى الجذعيه ما بينهم بضروب. بس صغير. طيب يعني الدرجه بتاعته بسيطه. بس طيب. المشكلة ان انا عندي حرقان جامد خالص في ظهري ورجلي، رجلي اليمين. في ظهر الفخذ يا فندم بيبقى فيه ألم؟ ايوه من تحت كده حرقان جامد خالص ما بيروحش من 9 شهور لحد الآن. لحد دلوقتي، طيب حضرتك. وانا متابعة مع الدكتور جراحة عظام على ان ده بيقول لك العضلات بتاعة العمود الفقري اثارت، ركبتي الركبة ذات نفسها ما بتتفردش فرد كامل. تمام تمام. فيها تكوسة كده بسيطة. وعندي فرقعه في الركبه عندي جامده، فرقعه عماله على بطال كده زي تكون صوتها رفيع كده. تمام. ركبتي الاثنين وبتخني وكوب رجليا وجعاني، فانا مش عارفه ده عليه علاقه بالموضوع ده ولا ايه. غالبا يا فندم هي ليهم ارتباط ببعض، هما ليهم ارتباط. وعندي انحناء بسيط كده في يعني لويه بسيطه كده في نهايه الهامش من فوق. ايوه تمام. عندي الم جامد بقى في اللي هو الديسك ده. أيوة. ورجليا اليمين. تمام. طيب يا فندم انا هشرح. عندي 27 سنه. تمام يا فندم تمام. بس انا بقى عايزه الحل بقى للموضوع ده. حاضر يا فندم. انا ايه حاضر. هو اولا احنا الحمد لله سنك صغير عشان خاطر العلاج بتاعك هيبقى سهل جدا، ولكن نبدا الاول باول المشاكل اللي موجوده. حضرتك وقعتي، الوقعه دي عملت شبه قطع في الديسك اللي موجود في الظهر، والقطع ده غالبا خلى فيه جزء من الماده الجيلاتينيه اللي موجوده جوه الديسك تطلع على العصب الخارجي وتضغط عليه، وده غالبا عمل لك التهاب في العصب. طبعا فتره 9 شهور دي كتيره جدا، يعني هي مفروض ان الالتهاب ده بنعمل له علاج مكثف، واساتذتنا من جراحين العظم والفقرات بيعملوا علاج مكثف علشان خاطر ما يحصلش الالتهاب ده اكتر من اللازم فيؤدي للي حضرتك عندك دلوقتي. اللي عند حضرتك دلوقتي ده التهاب لفتره طويله ادى الى طبعا الالتهاب اللي موجود ده عمل التنميل اللي عندك لفتره طويله، والتنميل ده عمل احساسك بالحرقان، كل ده علامات تدل ان في مشكله على العصب. ان العصب عند حضرتك ده مضغوط، حتى وان كان القطع اللي موجود قليل، ولكن المشكله اللي حاصله دلوقتي دي ما ينفعش تتساب. يعني انت سنك صغير، والضعف اللي عندك ده انت بداتي تقولي لي ان عندك فيه كمان علامات تانية عند الركبه زي الطقطقه اللي موجوده. الطقطقه دي معناها ضعف في العضلات، وضعف العضلات ده ما ينفعش يتساب، لان هو اذا ضعفت العضلات في الاول بعد كده هتبدا العضلات دي ما تشتغلش، هتبدا رجليكي ما تبقاش مش هتبقى قادره على ان هي تشيلك، ودي ما تنفعش تتساب. اللي بيحصل كالاتي، احنا بنعمل تقييم للحاله دي،
حالتك ان شاء الله هي حالتها هي العلاج بتاعها سهل لو اتحطيتي في برنامج علاجي منتظم، ولكن من فضلك لازم تعملي جلسات للعلاج الطبيعي على ظهرك وعلى الجزء اللي فيه الالم او الحرقان اللي موجود، ولازم تهتمي بيه شويه لان انت دخلتي في مرحله الضعف دي 9 شهور، يعني انا شايف ان هي كتيره جدا، ما ينفعش ان هي تتساب، هي ماكسيمم يعني او بيتقال من بعد تقريبا من اسبوعين ل 21 يوم من بعد الاصابه احنا بنبدا نعمل جلسات للعلاج الطبيعي لحد ما نقدر نرجع للمريض ده الحاله الاصليه ليه، حتى وان كان في قطع بسيط زي ده. القطع ده انت مش محتاجه فيه عمليه، اعتقد اساتذتنا من جراحين العمود الفقري يعني يقدروا برضو يردوا على الكلام ده. وفي حاله تانية مهمه برضو ان العصب اللي عندك المضغوط ده طول ما هو بيدي الاعراض دي معنى كده ان هو ما زال في حاله وظيفيه، ما زال بيقاوم عشان خاطر يكمل الوظيفة بتاعته. فأرجوك ما تهمليش الموضوع ده، الموضوع ده مهم جدا. وخلي بالك ان برضو الانحناء اللي انت رحتيهولي ده، الانحناء ده ناتج من خلل في توزيع الضغوط، ودي فيها مشكلة. من فضلك ما تسيبيهوش لان ده هيزود هيعمل لك تشوه في العمود الفقري او هيزود الحالة اللي عندك. ان شاء الله بإذن الله تتعالجي وتبقي زي الفل ان شاء الله. معنا اتصال. الاتصال انقطع. طيب نكمل بعد كده. ان في يعني زي ما بنقول العضلات اللي موجوده، كنا بنقولها عضلات البطن وقلنا عضلات الظهر والعضلات الخلفيه للفخذ، وقلنا ان في علاقه مهمه جدا دي علشان خاطر بتحرك الحوض. وزي ما احنا شفنا هنا حتى المدموزيل اللي اتكلمت هي اتكلمت علشان خاطر تشرح ان في عندها بدا يزيد انحناء في مكان الحوض، وده ناتج من الخلل اللي موجود في الظهر. طيب نحاول ناخد مثل تاني عن التمارين اللي احنا كنا بنعملها. في اكتر من تمرين بنشوفه، يعني التمارين دي بتبدا او ما تنفعش تشتغل في الحالات الحاده او في حالات وجود الالم، انما بنعملها في عشان خاطر نزود شويه من مرونه الظهر. إذا زودنا من مرونة الظهر في بعض الأحيان بيقل قوي التآكل. اللي هي من ضمن الحاجات الأساسية اللي لازم نعملها هي الاسترتشنج دي اللي هي تمارين الإطالة للعضلة الخلفية. العضلة الخلفية دي مهمة جدا يا جماعة، وغالبية الناس اللي بيشتكوا بآلام أسفل الظهر غالبا بتبقى العضلة الخلفية عندهم فيها مشكلة وبتزود قوي الحاله. وطبعا انا افضل طبعا ان حضرتك الانسه اللي اتكلمت من شويه ان هي لازم تعمل تمارين لاطاله العضله الخلفيه، لان غالبا برضه هتبقى عندها دي ضعيفه، وتحاول على قد ما تقدر تتوجه لاقرب مكان فيه علاج طبيعي وتعمل تمارين للعلاج الطبيعي. سعدت جدا بلقائكم، وأتمنى يا رب من الله سبحانه وتعالى أن يجعل مصر دايما آمنة وفي تراحم، اللهم أمين. وشكرا، وأشوفكم بإذن الله الكريم في مرة تانية بإذن الله. شكرا.